تحية لكم عبد الحفيظ ايت عماس، عضو لجنة الإعلام الجهوية التنسيقية الوطنية للأسد في الرد عليهم التعاقد بجهة فاس مكناس. الوقفة النضالية اليوم أمام الأكاديمية الجهوية للتربية وتكون بجهة فاس مكناس تأتي في سياق البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية المتمثل في أسبوع من الإضراب من الإثنين الماضي إلى السبت المقبل. إذن الإضراب كيغطي الأسبوع كامل وكتخللوا اشكال نضاليه اقليميه جهويه في مختلف مناطق ديال المغرب، يعني في جميع الجهات ديال المغرب كاينين اشكال نضاليه متنوعه على طول هذا الاسبوع هذا. وهذا السياق كيجي في استمرار في المعركه النضاليه التي تخوضها التنسيقيه الوطنيه للموسم الخامس على التوالي، ويعني من اجل اسقاط هذا المخطط ديال التعاقد او ما يسمى بالتوظيف الجهوي وانتزاع الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه اللي هو حق جميع ابناء وبنات الشعب المغربي في القطاع ديال التعليم. كذلك يعني هذه الاشكال النضاليه تاتي في واحد السياق ديال التجاهل من طرف الحكومه الحاليه ووزارات والوزاره الواسعه للقطاع لمطالب ديال الاساتذه مفروض عليهم التعاقد وعدم الاستجابه ديالها والتفاعل مع المطلب ديال الاساتذه. ولا خير دليل هو الاستثناء الذي وقع في الاتفاق ما بين وزاره التربيه الوطنيه والنقابات التعليميه انها ما استطاعت يعني تعطي الحجم ديال الملف اللي كيخلق مشاكل كبيره في القطاع ديال التعليم للموسم الخامس، يعني اضرابات واحتجاجات، بل يعني تم تجاهل هذا المطلب هذا. في المقابل لجأت الى للاساليب ديالها المعهوده اللي هو القمع والاعتقالات والمحاكمات وكذلك السرقه من الاجور. وبالتالي في هذا السياق هذا في الاشكال الاحتجاجيه جاءت في هذا السياق للرد على هذه اللامبالاه، ردا كذلك على الاقتطاعات يعني غير مشروعه والاقتطاعات السرقه من الاجور ديال الاساتذه من اجل يعني تنيهم على النضال. هذه السرقه اكيد يعني كنعرفوا الهدف ديالها هو انها تعي الاساتذه ضربهم في جيبهم باش انهم يتراجعوا على المعارك النضاليه. كذلك المحاكمات اللي يتعرضوا لها الاساتذه بالمحكمه الابتدائيه بالرباط في يعني تقريبا كل شهر محاكمتين. كذلك يعني استعمال ديال القوه، وهنا ندين تدخل ديال القمع اللي تعرضوا الزملاء ديالنا بجهه الشرق ليله يعني امس، تعرضوا للهجوم وهما كيجسدوا مبيت ليلي محطه نضاليه سلميه، ولكن الدوله جاءت الاسلوب ديال القمع والتدخل يعني تسبب في 10 الاصابات في صفوف الاساتذه. ندين هذه الممارسه القمعيه، ندين المحاكمات السوريه وكذلك القمع اللي تعرضوا للزملاء ديالنا في جهه الرباط الصلاه القنيطره وجهه الدار البيضاء سطات وجهه بني ملال الخنيفره وفي مختلف ديال المناطق، وان هذه الممارسات القمعيه لن تثنينا عن مواصله النضال على درب الشهيد عبد الله حاجيلي الى حين اسقاط مخطط التعاقد والادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. كيف ما كيعرف الشارع المغربي يعني الازيد من 5 سنوات، يعني من بدايه من 5 سنوات الى الان كاين واحد الحركه احتجاجيه واحد المد نضالي عند واحد الفئه من ولاد الشعب اللي هي اساتذه مفروض عليهم التعاقد. التنسيقيه جاءت بمطلب رئيسي واحد واوحد وهو ادماج كافه الاساتذه في اسلاك الوظيفه العموميه، وهذا يكفي بتحقيق كافه المطالب الجزئيه او الفرعيه الاخرى. اذا الشكل الذي ترونه اليوم هو استكمالا لسلسله من المحطات النضاليه التي خاضتها التنسيقيه على مدار 5 سنوات، على مدار 5 سنوات. طبعا المطلب الواحد والاوحد كما قلت هو ادماج كافه الاساتذه في اسلاك الوظيفه العموميه، اضافه الى اسقاط مخطط التعاقد كي نكفل مدرسه عموميه لكافه ابناء وابنات الشعب المغربي، وكذلك نكفل لهم وظيفه عموميه قاره. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.